احنا هنا عندنا بروجكت عملنا فيه رصاصة، الرصاصة اتحركت 15 كي فريم من المسدس ده، وسجلنا على المسدس شكل كيرف اديتور بالمنظر ده. نعم زد، معلش زد ده هو الزوم. المدفع الكيرف اديتور بتاعه عملناه بالمنظر ده، والرصاصة الكيرف اديتور بتاعها عملناه بالمنظر طبعا. رصاصة في الموف، فهنقف في الموف عملناه بالمنظر ده بحيث ان هي طلعت وبعد كده ايه بتقل سرعتها مع الزمن. كانت نتيجة الانيميشن ده الشكل اللي احنا قدامنا، الرصاصة بتطلع بسرعة من المدفع. طب لو انا حبيت ان انا اشوف الانيميشن ده رايح جاي، فبعمل رايت كليك كده، اولا الرصاصه سريعه جدا فممكن ابطئ من الانيميشن، سبيد ربع اكس، بس كده نشوف ايه، هشوف ان في عيوب طلعت في الانيميشن، الرصاصه بتطلع من جنب المدفع مش من ماسوره المدفع، فده طبعا ده ميزه ان انا ببطئ الانيميشن. على فكره تبطيء الانيميشن هو في الرندر هيطلع بالسرعه بتاعته اللي هي 1 اكس، يعني لما اجي رندر واحطها على الافتر افكتس السرعه تبقى هي دي اللي انا شايفها، ولكن تبطيء الانيميشن جوه الماكس لدراسه الانيميشن فقط، ادرس الحركه، هل الحركه اللي انا عاملها دي كويسه؟ لا في ايرور زي ما بان لنا، لا الحركه مظبوطه، والعكس يعني الرصاصه انا المفروض ببطئ فيها الانيميشن، لكن لو حركه سحلفه انا بسرع الانيميشن، يبقى 4 اكس دي حركه سريعه جدا. تمام؟ دي كده حركة سريعة. ولكن الرندر النهائي مش هيبان بالسرعة دي، بيبان بالسرعة اللي احنا قلنا عليها اللي هي كام؟ 1 اكس. في حاجة اسمها وأنا بعمل بلاي باك، ممكن مثلا بعمل بلاي باك لوب أو أكتف فيو بورت أو ريل تايم. دي في البلاي باك إن هو بحط البلاي باك بتاعي، لو أنا حطيته مثلا شلت الريل تايم دي، ممكن أعمل بلاي باك حاجة اسمها بينج بونج. ايه بقى بينج بونج دي؟ ان هو الانيميشن يروح كده ويرجع تاني. تعال نشوف، هو بينج بونج ده اللي هو بيروح ويرجع، الريفرس اللي هو بيمشي بالعكس بيجي من قدام لورا، الفورورد اللي هو بيطلع لايه؟ بيطلع لقدام. لكن هو طبعا هنا عشان يعمل بلاي دي لازم يشغل الريل تايم. طيب ماشي نشوفها كده. هو قفلها خالص. لما شلت علامة اللوب دي ابتدى يروح وايه وما يرجعش. طبعا الفيو بورت لو انت لاحظت هنا في الفيو بورتات التانية انا المفروض اشوف الرصاصة بتطلع. تمام، كل رصاصة بتطلع في كل فيو بورتات بتشتغل مع الانيميشن. لو قلت له اكتف فيو بورت اونلي هلاحظ ان هي بتطلع بس هنا بس في البرسبكتيف، لكن الفرونت والليفت والرايت ما بتطلعش فيه. هي حته بقى البينج بونج دي مقفوله معايا، مش عارف مش عايز تتفتح. ده كده ماكس مهند بس تهنيجه كده، ان هو المفروض لما بقول له بينج بونج دي لما اجي اعمل بلاي بيروح ويرجع كده، لما بعمل بلاي هنا ما بيتحركش.
اوكي. طيب شكل الكيرف اديتور هنا كمان بيحدد لي حاجات تانية كتير. لو انا مثلا حبيت ان انا اعمل علاقة الاجسام ببعضها، يعني حاجة بتخبط في حاجة، ده برضه في الكيرف اديتور، لان مثلا لو الرصاصة دي خبطت في حيطة فزي الكرة متخبطة في الارض، هي برضه علاقة في الكيرف اديتور. فممكن في الكيرف اديتور ده اللي هو بيوصف لي الحركة ان انا مش اعمل بس تعديل شكل الكي فريمات، ودي حتة مهمة، ان انا كمان ازود كي فريمات، ارسم الحركة بايديا. تعالى ما نشوف المثال مثلا بتاع الكورة لو عايز اعمله بالكيرف اديتور. انا عندي كورة، الريدس بتاعها مثلا 10 او 20 ماشي، وهي 100 سنتر تمام، وعلى ارتفاع 200 زي المشروع اللي احنا كنا عاملينه ايه قبل كده. ممكن ان انا اخش الكيرف اديتور هلاقي مفيش ولا حاجه معموله، لان انا ما عملتش ايه انيميشن. يعني لو جيت وقفت على البوزيشن بتاعي، طبعا عايز العب على البوزيشن ايه اللي هو الزد صح، فانا هاجي من هنا واقف على الزد مفيش اي انيميشن. انا كل اللي هعمله هعمل ايه، هسجل الكوره في الاول تبقى كده وفي الاخر تبقى في الصفر بس كده. يعني كل اللي هعمله ان هسجل انيميشن الكوره في الاول تبقى فوق وفي الاخر تبقى على الارض، واخش الكيرف اديتور هلاقي ايه اللي حصل في الكيرف اديتور. صورة انا فتحت حته مختلفه شويه، هلاحظ سجلت الانيميشن اهي صح على مستوى ايه الزد تمام. على مستوى الزد سجل الحركه بتاعتي. اصل احنا كنا برضو ناسيين، احنا بقى نغير دي كده خالص تمام. برضه عامل استبايه كده، لا انا همسح النقط دي واسجل على الشكل ده بقى تمام. هبتدي برضه ابتدي من هنا هتبقى 200، يعني الكره على بعد 200، واقول له سيت كي واجي على الاخر اخليها بصفر واشيل ده واخش الكيرف ده. بص الكيرف بقى عامل كده عشان انا ابتديت بالحركه الايه اللي تحت دي. وابتدي اعمل ايه بقى، ارسم الحركه جوه. انا قطعها جوه ازاي، ان انا مش شرط ان انا اعمل ده بس، ده ممكن اعمل هنا شايف الحته دي كده اسمها انسيرت. انا هكبر دي بقى دلوقتي كده عشان نركز في الكيرف اديتور شويه، ان هو يعتبر مهم جدا في الانيميشن. هقول له انسيرت كي واحط نقطه واخلي النقطه دي، اشيل بقى الانسيرت كي ده، خلي بالك ان تحت ده الصفر ده الارض وده الايه الكم تمام. المفروض النقطه دي تبقى فين، في الارض. سوري انا كده لعبت في ايه، انا عايز اقف بس على الزد عشان ما اجيبش حاجه تانية معايا ماشي. وبعدين ممكن امسك البوينت بتاعتها دي واخليها كده، ما تهمنيش شكلها عامل ازاي دلوقتي، بس انا ممكن اعمل اد كي تاني واحط نقطه تانيه هنا وهشد دي كده فوق، واد كي واشدها تحت، واد كي واشدها فوق، واد كي واشدها تحت، من غير بقى حسابات ولا وجع قلب ولا اي حاجه. عملت شكل ايه اخماد بالكوره كده من غير حسابات ولا اي حاجه. ولو عايز اعمل مليون نط من غير ما احسب بقى حرك قد ايه وانزل قد ايه، وامسك كل اللي تحت ده زي ما اتفقنا اديله تصادم اللي هو ايه اللي هو الشكل ده، واحاول بالنظر احاول ان انا ما اخليش كده حته كبيره، امسك كده مثلا الاثنين دول احركهم كده، امسك دي احركها كده بس كده. طب تعالى نشوف شكل الكوره ايه رايك؟ اقل المشروع بس اسهل، بتستخدم الايه؟ الكيرفات. لو حبيت ازود اكتر من كده قدامي مفيش مشكله، مجرد ما افتح كيرف اديتور ازود نقط بس ازود نقط كمان اخلي الحركه احسن ازيد ان القطعه بيها ايه اكتر.
دي الحته اللي خاصه بالايه بالانسرت كي. في حته ثانيه اسمها دروب كيرف، اسهل واسهل. امسك ده كده وانا واقف على الكيرف ده عايز ازود نقط صح؟ بس كده رسمت الكيرف بايدي. هو طبعا شكله مش حلو قوي بس برضه هيديني نفس الغلط. بص كده طبعا عدد النقط بقت كتيره قوي. بص كده مش حركه مش طبيعيه قوي بس ايه اسهل. يعني لو مسكت كل الكيرفات دي وعملت لها ديليت وحطيت دي على بعد 200 وسجلت اوتو كي وجيت في الاخر حطيته بصفر في الاخر حطيته بصفر ودخلت الكيرف اديتور هديني الشكل ده صح؟ لا انا ممكن ارسمه. انا عندي نقطه بس مش عارف ايه النقطه الغريبه دي. تمام انا ممكن ارسم الشكل بتاعي ازاي. امسك ده كده كده مثلا، ممكن ان انا اخلي شكل ارسم اي شكل انا عايز اتخيله. بص مثلا لو رسمت الشكل ده كده لو رسمت الشكل ده اي حركه للكور لو عايز اديها كانها بتتذبذب مجرد ما عملت كده. بص عمل لي 100 كي لو انا قعدت اعملهم بايدي هاخد لي فيها يوم بحاله. لكن كده بس كأن الكرة ايه متذبذبة. تمام يبقى الكيرف اديتور هو مهمته مش مجرد بس التعديل في الكي فريمات، ده انا ممكن انشئ من جواه الحركة بتاعت الكي فريمات. يعني ممكن اي اوبجيكت انا عايز ارسمه او احركه استخدم الكي فريمات انها تعديل الحركة جواه. وصل كده شرح الكيرف اديتور؟